كأنك متأخرة اليوم بالشغل، ما هيك؟ شو جابك؟ خير؟ أكيد قلت لحالك بتكون بايعت لها شي شغلة بالمحل، بتجي بتاخد المصاري وبتروح بتشرب فيهم، ما هيك؟ بابا، ليش طردوك من الشغل؟ شو الشغلة اللي عاملها هالمرة؟ والله ما عملت لهم شي يا بنتي، بس هنن عم يتبلوني. أكيد، أنت على طول مظلوم، كل العالم عم تتبلاك، أكيد حدا صايبك بالعين. رزان، أنا من غير دفع مقروص، لا تخليني هسر على الخالص. ايه، في واحد اجا سأل عنك. وشو بده؟ معجب، قال بده صورتك كمان. لك ايش بيعرفني؟ حاكي بركي جايب لك شغل. رزان. نعم. اعطيني شي 200 ليرة. المحل الي وما بدك تعطيني شي؟ بابا مو ناوي تفهم؟ علينا ديون كتير، بتعرف شو معناته هالشي؟ شوفي هاي، والله حلوة كتير، أنا عجبتني وراسمين لمخطط تفصيلي. إذا ما حبيتيها منلاقي فيلا تانية. بس شوف، كأنه هاي شكلها أحلى أكتر، مو هيك؟ ومشان الفرش، شوفي عندي هون كتالوكات فيهم كل الموديلات، طلعي شو رأيك؟ لا، ما بدي شي غريب كل هالقد. كرم؟ امتى ناوي تخبر امك اني حامل؟ كرم، لا ترجع تقلي انه هي مو امك. الله يوفقك حبيبي، الله يوفقك، بس اسمعني منى. روحي ليك، اسمعني بدون عصبية. نوال خانم عملت شي مهم، اعتبرتك مثل ابنها وما قصرت معك بشي، هذا الشي ما فيك تنكره. انت كان ممكن تضلك بدون اهل نهائيا، لازم تفكر بهالطريقة. عايشتني بكذبة يا منى، ليش ما قلت لي الحقيقة؟ مزبوط هذا الحكي، بس أنت متخيل قديش صعب تقلك إنه هي مانا أمك بعد كل هالسنين؟ والله مو سهلة، كل ما تأخر الوقت بتصير الشغلة أصعب بكتير. كرم، لا تنسى كل شي عملته معك، هذا الحكي مو معقول، مزبوط؟ معك حق. خلينا نخبرها بسرعة، ولا رح تنبسط كتير. مو وقتها كرم. طيب، بس أنا بدي شوية وقت، معلش. مثل ما بدك، ما في مشكلة، المهم إنك ترجع تحكي معها. وشو مشان عرسنا؟ عرس شو؟ يعني ما بدي؟ لا، أنا غيرت رأيي، من هون لنجهز كل شي بيكون صرت قد البالون. الصحافة ما رح تأثر فيني وبتصير سيرتي على كل لسان. عن جد عم تحكي؟ معقولة غيرتي رأيك؟ بس بدي إياك أنت وخلص. إذا غيرتي رأيك أنا جاهز.